سيادة وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة الليلة نقسمها إلى محورين في المحور الأول نبحث انخفاض أسعار النفط عالميا وتأثيرها على الأسعار محليا أما في المحور الثاني فقراءة في نتائج دراسة راست حول النواب ووسائط التواصل الاجتماعي في المحور الأول تهاوى مع تهاوي أسعار النفط عالميا بات سؤال مواطن أردني عن مستوى انعكاس ذلك على أسعار المشتقات النفطية محليا فوفق آخر الأرقام المبينة نبحث هذه الجداول اللي هي بتحكي عن أرقام مقارنة فقط لا أكثر ولا أقل نتحدث عن في العام 2017 في شهر 11 في ذات الفترة كان معدل أسعار خام برنت 63 دولار ونصف معدل خام برنت في شهر 11 2018 هو 61 دولار تقريبا او 60 دولار ونصف. التغير في في المقارنه بين 2017 و2018 وصل الى 4.9% انخفاضا. اذا ما قارنا انعكاس ذلك على اسعار خام بنزين 90 نتحدث في عام 2017 شهر 11 كان 69 قرش للتر. اذا ما تم احتساب الانخفاض فان سعر البنزين 90 سيكون 65 قرشا ونصف. إذا ما أضفنا 6% وهي الضريبة التي على التي فرضتها حكومة هاني الملقي على المحروقات نضيف هذه القيمة يصبح سعر بنزين 90 69 قرشا ونصف القرش هذا السعر المتوقع هذا الشهر. إذا ما انتقلنا إلى بنزين 95 السعر كان 91 قرشا في شهر 11 2017 بذات الآلية آلية احتساب انخفاض 4.9% ومن ثم إضافة 6% يكون سعر بنزين 90 91 قرشا 7 بالعشرة ننتقل مباشرة إلى أسعار السولر السولر كان سعره في شهر 11 2017 52 قرشا نفس الاحتساب يكون سعر السولر لهذا الشهر شهر 2000 شهر 12 2018 هو 52 قرشا 4 بالعشرة ذات الاحتساب يكون لأسعار الكاز اللي كانت أسعاره بذات أسعار السولر وسيكون نسبة احتساب أو نسبة أو قيمة سعر الكاز المتوقع للشهر القادم والذي سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة سيكون 52 قرشا ونصف القرش حقيقة هذه الأرقام هي أرقام أولية إذا ما تحدثنا إذا هذه الأسعار النهائية كيف سيكون أو كيف نتوقع أن تكون أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل هذه الأسعار التقديرية بناء على معدل خام أسعار برنت ومنعرف جميعا أنه هذه الأسعار ليست هي الأسعار التي ستكون واقع حال يوم الجمعة صباحا لكنها ستكون قريبة من ذلك إذا صح ما احتسبناه من أرقام ماذا قال المواطنون عن أسعار المشتقات النفطية والبنزين بالذات نتابع سوية يعني أسعار خيالية وبالنسبة إن إحنا كتكاسي عمومي ها يعني عدم واخذ قاع الشغل بنروح للبنزين شايف يعني أنا إفرقت معي إفرقت معي إنه أنا كنت أحط باليوم 14 15 بنزين الآن بحط 25 ليرة بنزين يعني بطلنا نروح بخبز لاولادنا، بطلنا نروح باكل لاولادنا. خليهم يطلعوا على البلاد اللي حوالينا ويقيسوا اقل ما فيها على البلاد اللي حوالينا احنا يعني. يعني الواحد فينا صار يستحي لما مرته تقول له روح جيب لنا خبز، كيف بيحكي الهم كيف يشغل السياره خوف ما يصرف بنزين. البنزين غالي لازم البنزين اقل شيء يكون ب 6 او 7 لانه عالميا نازل، نازل البرميل حوالي 40 دولار. والله سعر البنزين حاليا يعني غالي غالي قياسا مع اول شيء سعره عالميا وبالنسبه للسابق يعني بالسابق كمان كان سعره اقل وكان يمشي معنا يمد معنا يعني لسه كان هسه صار البنزين يطير على السريع اليوم نناقش هذا العنوان العريض مع وزيرة الطاقة والثروة المدنية هالة زواتي أهلا بك شرفتين بحضورك أهلا البلد. أهلا عندك تحفظ على الأرقام اللي عرضناها <applause> هذا أمر متوقع وبدي أسمع منك بداية اليوم أول سؤال للمواطن بده يعرف شو بده يصير في أسعار المشتقات النفطية في الأردن بعد هذا الانخفاض العالم أه مساء الخير أخ محمد ومساء الخير للمشاهدين أه احنا حكينا وحكيت انا وانا قاعده على هذا المقعد من كم من شهر عن طريقه تسعير المحروقات او المشتقات النفطيه في الاردن وقلنا انه السعر في اي شهر بيعتمد على معدل السعر في الشهر اللي قبله. بخلال الاشهر الماضيه زي ما شفتوا كان في ارتفاع غير مسبوق ب بمعدل الاسعار عالميا لحتى بدايه شهر 11، الحمد لله بدانا نشهد انخفاض في اسعار النفط في العالم فبالتالي في الاشهر اللي قبل هذا الشهر كان الارتفاع مستمر، بدا الانخفاض وانخفاض محترم يعني بنهايه الشهر الماضي كان سعر برميل برنت حوالي 85 دولار وصل من يومين ل 58 دولار برميل برنت فبالتالي كان في انخفاض ملموس في الاسعار لكن طبعا احنا ما منسعر على ال 58 اللي كان قبل يومين زي ما قلنا احنا مناخد معدل الاسعار في الشهر الماضي وعلى اساسها بيتم التسعير ويقارن بالشهر اللي حاليا التسعيره ماشيه عليه هلا كمان اشي كثير مهم انه حضرتك انت اخذت سعر برميل برنت وقست عليه وطلعت بهذه الارقام اللي اتمنى لو انها كانت هي اللي رح تنعكس على الاسعار كلنا لكن أو. برميل برنت وانا دائما بقول هو مؤشر مؤشر يعني احنا من خلاله بنقدر نعرف اذا الاسعار عم ترتفع واذا عم تنخفض واللي راقبنا خلال الاشهر الماضيه واحنا بكل اسبوع قاعدين عم نطلع نطلع نشره منقول شو صار فيها الاسعار صحيح ومرات منقول برنت طلع لكن اسعار المشتقات النفطيه انخفضت برنت نزل لكن اسعار المشتقات النفط يعني احنا منروح ما منشتري برميل برنت احنا منروح منشتري البنزين من خارج الاردن نشتري ال 95 نشتري السولر بنشتري الكاز وعاده بيعتمد على العرض والطلب فمش شرط اذا طلع برنت تطلع كل الاسعار بنفس النسب او اذا انخفضت تنخفض بنفس النسب عشان هيك حضرتك اليوم قارنت الاسعار بشهر 11 2017 صحيح. ممكن مثلا الطلب بشهر 11 2017 على البنزين ما كان زي الطلب اللي موجود اليوم اذا كان الطلب اكثر فبختلف السعر اذا اقل بختلف السعر عشان هيك احنا حتى اليوم السولر والكاز عالميا الطلب عليهم بيزيد فسعرهم ما بنخفض كثير لانه الطلب مرتفع، لكن الخبر الحلو اللي بدنا نحكيه اليوم انه بما انها انخفضت الاسعار وانخفضت اسعار المشتقات النفطيه خلال شهر 11 فهذا سينعكس ايجابا ان شاء الله على الاسعار اللي ابتداء من 1/12 اللي هي كمان يومين. فطبعاً رح نشوف أثر للانخفاض العالمي على الانخفاض في السوق المحلي كم نسبته؟ بشكل عام اللي انخفض هو البنزين 90 و95 وانخفض يعني من 8 إلى 9% لكن الانخفاض على السولر والكاز زي ما حكيت ما كان عالي والسبب زياده الطلب عليه وهذا الاشي يعني اشي عالمي وما لنا تحكم فيه فالانخفاض كان انخفاض قليل انخفاض بنزين 90 و95 تراوح عالميا من 8 الى 9% وهذا راح ينعكس نعم نقوم على على ان شاء الله أسعار بكره بتجتمع لجنه التسعير وبتشوف قديش كانت معدل الاسعار خلال الشهر الماضي وتعلن الاسعار اجتماع اللجنه سيكون غدا ليس الجمعه ان شاء الله غدا وبنحكي كمان مره بنزين 90 و95 معدل انخفاض عالميا من 8 ل 9% وهذا سينعكس على اسعار إن شاء الله. المشتقات النفطيه محليا في هذين المشتقين السولار والكاز قديش النسبه عالميا أم ما بذكر بس اذا النسبه كتير منخفضه عالميا واللي بيطلع على اخر نشره نزلناها يوم الاثنين بيقدر يشوف قديش كان الانخفاض أه بشكل عام أه لكنه قليل ولا يشابه ابدا أه اللي شفناه على البنزين على بنزين و95 وزي ما قلت لك السبب هو العرض والطلب وحاليا فصل شتاء فالكاز والسولر بيزيد الطلب عليهم فما حصل هذا الانخفاض يعني احنا بنتوقع انخفاض اسمحي لي اسميه كبير على 90 و95 ان شاء الله واذا عالميا انخفض من 8 ل 9% يفترض انه ينخفض إن عندنا ذات النسبه بصفه انه نتعامل بشفافيه وبنحكي عن السعر والركاز تقريبا راح يكون انخفاض بسيط انخفاض بسيط انخفاض بسيط طيب في لعل يعني معلش عشان اظني في موضوع المشتقات النفطيه الخبراء بيتوقعوا شيء حكى 9% وشيء حكى 15% امم في جاب أنا بقول لك الناس وبعدين حضرتك استعملت رقم اليوم سعر برميل النفط الأفريج تبعه أو المعدل كان 60 ما كان 60 خلال الشهر الماضي كان 66 دولار هلأ ما بعرف هم على إيش بيعتمدوا إحنا زي ما قلت لك إحنا اعتمادنا على معدل الأسعار خلال الشهر الماضي كمان عندنا في إشي يعني هم قد يسيئوا الحكم مرات لما بياخذوا قد اقل سعر خلال النهار يعني احنا بناخذ ال 30 يوم خلال الشهر وبناخذ معدل اليوم ما بناخذ اقل سعر في اليوم ولا بناخذ اكثر سعر في اليوم فبالتالي ممكن الفروقات هذا سببها طريقه الاحتساب لا تشابه طريقه الاحتساب اللي بتتبعها لجنه التسعير في وزاره الطاقه طب شو شو المعايير اليوم الثابته والمتغيره يعني عشان احنا يعني انتم حكيتوا انه احنا والله رح نطلع بتسعيره يفهموها كل الاردنيين وما تزعلي مني لسه عم نحكي انه في الكثير يرى في هذه التسعير ما هو معقد، شو الثابت اليوم وشو المتغير؟ حتى ما تكون ما ما يكون الفوارق على اقل تقدير في التقدير في الترجيح في البحث بهذا الفارق لما 9% اقل تقدير قريب على الارقام اللي ذكرتيها لكن 15 بعيد شو زي ما, شو ما قلت لك اصلا هم ممكن ان هالارقام اللي بيعتمدوها يمكن بياخذوا اقل رقم كل يوم كان في الاسعار المشت... المشتقات النفطيه لكن احنا ما بناخذ اقل سعر خلال اليوم لكن ناخذ المعدل لكل يوم بالنسبه لل... للتسعيره احنا قلنا تسعيره ولما بسطناها قلنا انها بتتكون من ثلاث اجزاء اول شيء السعر العالمي الكلف يعني بعد ما وصل للعقبه بالسعر العالمي من العقبه لحد وصوله للمستهلك هناك كلف زائد الضرائب والرسوم والبدلات لما بنحكي بالسعر العالمي هو متغير لما بنحكي في الكلف من جزء منها متغير وجزء ثابت لما بنحكي بالضرائب والرسوم والبدلات الضرائب لحد اليوم هي نسبه نسبه من السعر فبالتالي اذا بنقول السعر متغير فالضريبه متغيره طيب. طلع السعر طلعت الضريبه نزل السعر تنزل الضريبه اسمح ف... لي نستعرض بس نسبه الضرائب والرسوم والبدلات من اجمالي سعر مشتقات النفطيه وانا بقارنها بشهر خمسة وراح احكيها رقما وراح نشوفها بعد قليل على الشاشه بنزين 95 تقريبا مية صحيح هذا عملنا إحنا مؤتمر صحفي طيب وطلعنا بكل هذا 90-47 والديزل 26 والكاس 26 صح؟ صح طيب وهدول إجمالي الدخل اللي للموازنة من هذه الضرائب تقريبا مليار السنة نتوقع مليار في صح. 2018 كان 850 مليون في 2017 كان 600 مليون في, في 2016. 2016 اليوم تثبتوا على المليار صح؟ يعني هذه النية هذه النية. أنت عارف هذا الدخل ما هو نحكي بصراحة. هذا الدخل هو إيراد للخزينة. وهذا الإيراد يعني بدخل في الموازنة العامة، يعني إحنا اليوم لما بدها تطلع الموازنة العامة واليوم صارت موافقة على الموازنة العامة احنّا بنرصد إيراد من المحروقات من الضرائب والرسوم والبدلات على المحروقات يوازي حوالي المليار، فبالتالي هذا لما يتأتى ما هو بينصرف على النفقات المختلفة اللي قاعدة عم تصرف عليها الحكومة اليوم. إذا لم يتأتى هذا الإيراد بالتالي رح يكون في عندنا عجز في الموازنه وهذا الحكي يؤدي الى زياده في المديونيه او انخفاض في الايرادات وبالتالي انخفاض الايرادات رح ياثر كمان على النفقات عندنا فعلا طيب انا هذا بدي ارجع هو بنزين المطلوب. 95 57.2 الجدول اذا تكرم الزملاء بنزين 90 بنزين 95 في في خطا في في الجدول بنزين 95 مية بس احنا انا لسه سالت سؤال هم معكوسين معكوسين رح يعدلوهم الان انا سؤالي سؤالي واللي سالتك عن المليار اليوم عم بنحكي انه والله الحكومه رح تسعى لتثبيت المليار باي طريقه إن كانت م. حتى وان اضطر الأمر تثبيت الضريبه على بعض المشتقات النفطيه معنى القيمه اللي بتحصل تتاتى منها م. صحيح احنا حكينا بالضريبه المقطوعه يعني م. احنا ما ما في شيء من اللي عم بحكيه سر إحنا طيب. حكينا بالضريبه المقطوعه بفتره كنا نحكي فيها بالضريبه المقطوعه اذا بتتذكر كانت عم تتصاعد اسعار النفط وصلت ال 85 دولار لانه احنا في الشهرين الماضيين كنا نحكي في الضريبه المقطوعه فكنا حاسين اذا استمرت النسبه اللي عم اللي حاطينها كضريبه فقاعد عم بصير اثر ارتفاع النفط يعني بيأثر مرتين على سعر البيع للمواطن بيؤدي الى ارتفاع السعر الاصلي وبيؤدي الى ارتفاع الضريبه وعشان هيك حكينا في الضريبه المقطوعه لكن كمان يعني كمان لا يخفى إنه إيش كمان تعني الضريبة المقطوعة؟ يعني إذا انخفض السعر كتير كمان ما رح يؤدي إلى انخفاض الضريبة بصير ينخفض السعر الأصلي ويؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاضه على المواطن لكن تبقى الضريبة كما هي هذا وين له أهمية؟ له أهمية في الإيراد المتأتي إلى الخزينة فعلا وهو تثبيت الإيراد المتأتي للخزينة عشان إحنا نقدر نعمل تنبؤ بإيرادات الحكومة في السنوات القادمة بطريقة شبه ثابتة طب شو بدكم تعملوا اعطيني اعطيني بس الموازنه اقرت على الاقل مجلس الوزراء شو عملتوا حتى ثبتوا المليار ولا ما في داعي كان هي في ضريبه مقطوعه فرضت اليوم لا ما في لسه لم تفرض الضريبه المقطوعه وما زالت لسه بدها يعني تغيير في نظام وما زال لانه التغير اللي صار في اسعار النفط والـ الهبوط. والـ والارتفاع الارتفاع والهبوط والارتفاع والهبوط بالضبط فيعني في خلانا نستنى شوي لحتى نشوف ايش بده يصير يعني احنا ما رح نشوف ضريبه مقطوعه قريبا على المشتقات النفطيه. يعني احنا كنا بنوعد انها لازم تكون قبل اخر هذه السنه لكن زي ما بقول لك الارتفاع والانخفاض هذا شوي لبلك الدنيا يعني ما ما كان ما كنا متوقعين انه يصير في هالارتفاع الكبير ولا هالانخفاض الكبير، كان يتراوح السعر 68 70 72 70 72 عرفت يعني كان في شويه استقرار في الاسعار لكن الارتفاع الشديد والانخفاض الشديد يعني حسينا ان لازم نتروى شوي بموضوع الضريبه المقطوعه طيب انا راح اسالك بعد الفاصل عن بند فرق سعر المحروقات اللي على فاتوره الكهرباء ونو فقط ان ما نتابعه على الشاشه هو الشاشه نسبه الضرائب والرسوم والبدلات من اجباري سعر المشتقات النفطيه لشهر ايار أي بعد فاصل سنتحدث عن بند فرق سعر المحروقات على فاتوره الكهرباء ابرز ما اوردناه في المحور او في, الم في في هذا الجزء من البرنامج كان ان نسبه الانخفاض العالميه لبنزين 90 و95 من 8 الى 9% وهو ما سينعكس بالتاكيد على اسعار المشتقات النفطيه التي سيتم الاعلان عنها غدا كما اوردت الوزيره فاصل من واصل القمان نواصل حوارنا وحديثنا حول اسعار المشتقات النفطيه واسعار الطاقه وانا بدي ارجع فقط لموضوع الضريبه المقطوعه وبدي ارجع في ملاحظه واحده اليوم ما بدنا نطبقها لانه في بدي اسمي انا تارجح في اسعار المشتقات النفطيه لكن الخوف انكم هلا طبعا ما بدكم تفرضوها لانه اسعار النفط منخفضه بتستنوها تطلع بنفرض ضريبه مقطوعه ونثبتها ساعتها بنضمن لو نزل النفط انا ما أخدهم صح كلامي ولا لا لو هذا الحكي بده يصير كان ثبتناها وهو السعر عالي لانه احنا بدينا نحكي بالضريبه المقطوعه وهو سعر لا متوسط بعديها ارتفع وصل 85 لو بدنا نقطعها على سعر الثمانين 80 و85 كان قطعناها في وقتها فيعني في نتمنى انه يكون في صدقنا رحب احنا <applause> فاليوم 58 يعني ولو بدنا فعلا نقطعها على السعر العالي كان قطعناها الشهر الماضي او الشهر اللي قبله واحنا كنا نحكي في قطع الضريبه فما في من شو السعر او او شو الاستقراء كم شهر بدنا يستقر السعر حتى تفرض الضريبه المقطوعه خلينا نشوف شو بصير يعني هلا في تنبؤات بتقول انه السعر رح ينزل اكثر وفي تنبؤات بتقول رح يطلع اكثر وبصراحه ما حدا بيقدر يعرف يعني انا دائما عم بنسال شو بتعتقدي بقول لهم انا الاسبوع الماضي او اللي قبله كنت في مؤتمر لابو ظبي للنفط وال والبترول فالكل كان قاعد عم بضحك انه كيف كل التنبؤات اللي عملوها في السنه اللي قبلها ما زبطت، وانت عارف يعني الموضوع يتاثر بكثير من الامور السياسيه صحيح. وهذا اللي حصل وبسببه انخفض انخفضت اسعار النفط. طيب بدي اجي لبند فرق سعر المحروقات على فاتوره الكهرباء وبدنا نستعرض فاتوره كهرباء ظاهر فيها تماما موضوع البند وبدي اسالك بس شو هذا؟ ولا إيش كل الأردن اليوم بيمسك الفاتوره بقول ايش هذا؟ فشو هذا؟ أه بند فرق سعر الوقود احنا أه عشان آه نولد الكهرباء نستخدم وقود 93% أو 92% اليوم من الوقود اللي بنستخدمه هو الغاز والباقي من الكهرباء من الطاقة المتجددة فبالتالي 92% من الوقود اللي بنستخدمه هو الغاز الغاز 8% طاقة و8% متجددة فعلا ما يعني ما بنستخدم نفط خام اليوم احنا. بطلنا نستخدم ممتاز. ديزل طيب. او او وقود ثقيل هلا ما عم نستعمل اوكي طيب فبالتالي الغاز اسعى احنا الغاز اللي بنستعمله من اليوم هو الغاز آه الطبيعي المسال اللي بنجيبه بالبواخر على العقبه وبنستقبله بالعقبه وبنحوله لغاز وبنضخه لمحطاتنا آه هذا الغاز بتأثر سعره بأثر برميل برنت حتى عقودنا اليوم اللي إحنا مبرمينها مع إحنا عنا عقد مع شركة شل آه وهذا العقد آه مرتبط بسعر برنت فلما بيطلع برنت بيطلع سعره وبنزل برنت بنزل سعره وهذا ما يعكس على بند فرق أسعار الوقود فإذا ارتفعت أسعار آه برنت بيرتفع وكان في عنا سعر بنسميه سعر التعادل اللي هو على هذا السعر ما ما بيؤدي سعر الوقود لا لخساره ولا لربح لشركه الكهرباء الوطنيه واللي هو 55 دولار لبرميل برنت فكل ما ارتفع عن ال 55 دولار احنا بنعكس هذا في بند فرق اسعار الوقود لانه زاد سعر الوقود اللي بنحرقه لحتى نولد الكهرباء فهذا هو بين فرق اسعار الوقود. هلا من بدا من نهايه السنه الماضيه يعني من شهر 12/2017 بدات ترتفع اسعار برميل برنت واذا بتلاحظ حتى انت قلت بشهر 11 صار 60 دولار آه صحيح. على حسب ما انت قلت. صحيح صحيح فبالتالي بدات الحكومه في تفعيل هذا البند عشان ما تؤدي لخسائر زياده في شركه الكهرباء الوطنيه واللي هي شركه حكوميه واللي اليوم عليها 5.5 مليار دينار من الدين بسبب الدعم للوقود اللي كان بسنه 2012 و13 و14 فهذا هو بند فرق اسعار الوقود. الغاز المصري راجع؟ صح ان شاء الله الغاز المصرى احنا بدينا بشهر تسعه ضخ تجريبي للغاز المصري، أنا كنت في شهر 8 وتم عمل اتفاقية للبدء بضخ كميات تجريبية وفعلا من يومها احنا بنضخ كميات تجريبية لكن كميتها مش كبيرة كانت حوالي 10% من الكمية اللي حاليا احنا عم نستعملها لكن الخبر الحلو للمواطن انه ابتداء من السنة القادمة رح نزيد هذه الكميات وبالتالي نخلط غاز يعني ثمنه نسبيا أرخص من الغاز المسال لأن الغاز الطبيعي دائماً سعره أرخص من المسال وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض كلفة سلة الوقود اللي بدورها رح تؤدي إلى انخفاض في بند فرق أسعار الوقود طيب في موضوع الكهرباء وراح أضني في موضوع الكهرباء وأنا حفظت لك حق الرد لما دكتور محمد زرقات على هذه الطاولة ذكر بعض الملاحظات متابع ما تحذى به دكتور محمد زرقات وأنا استمع لرد الوزيرة الاردن بحاجه الى 3200 ميجا وات كهرباء سنويا يا اخوان خذوا هذا الرقم والمواطن يحسب معي على الاله الحاسبه 3200 ميجا وات كل ميجا واط يحتاج الى مليون من اجل استخراجه او يعني يكلف الميجا واط الواحد انتاجا من الكهر لانتاج الكهرباء من الشمس او الرياح حوالي واحد مليون بمعنى 3200 ميجا وات بتن 3 مليارات و200 مليون بتصير كل طاقه الاردن من الرياح ومن الشمس أوكي؟ أقرينا في مجلس النواب السادس عشر مشروع قانون الطاقة سنة 2011 صارنا سبع سنين حينما قدمت الحكومة أنا بدي أرجع على حتى وعود الحكومة ما بس بعجالة أرجع بعجالة أقرينا القانون سنة 2011 على أساس أنه الحكومة ستنجز 7% سنويا من خليط الطاقة من الشمس والرياح في سبع سنوات سبعة ضرب سبعة تسعة واربعين يعني المفروض اليوم عندنا خمسين بالمئة من الخليط من الرياح ومن الشمس. وزيرة الطاقة الأسبوع الماضي افتتحت مشروع بـ 100 ميجا واط وهو مشروع كوري بـ 102 مليون وصرحت بأنه سنصل إلى 16% مع هذا المشروع بعد سبع سنوات فقط. 49% يعني 2% معناته سنوي. أذهب بعيدًا إلى هذا الموضوع. سيدي إذا سمحت لي في عجالة. أعطي للكوريين وأنا مش ضدهم لأي استثمار في موضوع الطاقة 100 ميجا ويتقدم مواطن أردني بده 7 ميجا وترفض وزارة الطاقة يتقدم مواطن آخر ب 40 ميجا اللي هو صاحب المولات الشهير تقدم وقال لي أنا شخصيا وهي بوزارة الطاقة نريد سؤالا يا يوسف الجراح لوزيرة الطاقة كم تقدم الأردنيون لإنتاج الطاقة من الرياح ومن الطاقة الشمسية لإنتاج قديش ميجا قديش وافقتوا وقديش على اللي ما وافقتوا الإجابة إليك كم تقدم أردنيون ليش ترفضوا لناس بيقدموا مشاريع طاقة متجددة طالبينها ليش ترفضوا لهم بدهم ينتجوا طاقة شو المشكلة أه هلا أه أخ محمد جاء الكثير من المغالطات في المداخلة اللي أنا سمعتها يعني تحدث في العديد من الأمور م. وأنا بدي أتمنى عليكم يعني هذه أمور فنية يعني وهذه الأمور الفنية يعني إلها الناس اللي, اللي صراحة أخبر فيها فمثلا بدأ حديثه الاخ زريقات بيقول انه كل استهلاك الاردن 3200 ميجا وات وحسبهم وقال وربع مليار احنا بنقدر نغطي حاجات المملكه من الطاقه الشمسيه. 3200 ميجا وات من الطاقه التقليديه، ايش يعني؟ يعني المحطات اللي بتولد الكهرباء من انك تعطيها الغاز تشتغل 24 ساعه بتكفي احتياجاتنا لكن انت الطاقه الشمسيه قديش بتشتغل بالنهار؟ ست ساعات سبع ساعات فبالتالي ما بغطيها ال 3200 بدك تضرب 3200 حوالي باربعه عشان تطلع الاستطاعة زائد اذا انا والله اعتمدت بس على الطاقه الشمسيه يعني ايش انا خلال توليد الكهرباء خلال النهار الست سبع ساعات بولد كهرباء وباقي وقت النهار بقول خلينا نستنى لبكره لتطلع الشمس ونولد كهرباء اكيد لا فانا محتاجه انه يكون في عندي استطاعه تقليديه لتوليد الكهرباء من خلال الغاز اللي احنا قاعدين عم نستخدمه او اي من وسائل توليد الطاقه التقليديه م. فبالتالي هذا الحكي ابدا مش مزبوط ولا يمكن باي حال من الاحوال في بعض الناس مثلا بتقول لي اليوم المانيا بتحكي عن 100% توليد الكهرباء من المتجدده المانيا فاتحه شبكتها على شبكات الكهرباء في دول اوروبا كلها، فهي بالتالي ممكن تولد 100% لكنها هي بتستهلك وبتصدر هذه جزء منها خلال النهار اللي بتولده او خلال وجود الرياح، لكنها بتستورد من هذه البلاد في الوقت اللي هي ما بتولد فيه، وما ننسى انه كمان المانيا جزء من الطاقه المتجدده هي المياه والشلالات واللي هي مستمرة. هاي. هاي اول موضوع الموضوع الثاني وخليني اروح على الموضوع يعني كل كل اللي حكى عمره ما إجا القانون وقال 7% من الطاقه المتجدده سنويا هي استراتيجيه الطاقه قالت 7% ب 2015 و10% من خليط الطاقه وليس الكهرباء في 2020 و20% في 2025 من خليط الكهرباء احنا اليوم وصلنا 8% من الكهرباء السنة الجاي بنوصل 16% من الكهرباء وبال2020 بنوصل 20% يعني احنا سابقين اللي حطينا في استراتيجيتنا اخر موضوع بحب احكي فيه يعني السيد زريقات رئيس مركز النزاهه للشفافيه ليش يعني ما هو في عنده مداخله ثانيه عشان اذا عندك اي تعقيب نسمح المداخله الثانيه للدكتور احمد زريقات و دكتور احمد زرقات اذا عنده اي تعقيب حق الرد وهو يعلم ارقام الهواتف التي يمكن يرد من خلالها نتابع الملاحظه الاخرى دكتور احمد زرقات حكومة عمر الرزاز الحالية والشهر الماضي هذا الحديث هنالك أحد المستثمرين عنده 107 دونمات طلب ترخيص عشان ينتج 7 ميجا لم تنمحه وزيرة الطاقة الحالية زواتي الموافقة ثم تم بيع هذه الأرض إلى شخص آخر فأعطي الموافقة وبيعت الأرض يا شريف الرواشدة ب آلاف شريف الرواشدة النائب السابق كانت له هذه الأرض أوه. ثم منح المشتري الجديد الرخصة على نفس الأرض والآن سعر الأرض ثلاثين ألف تنفيع ولا مش تنفيع يا محمد؟ تفضلي بالنسبة لهذا الموضوع أول شيء الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة هاي بتيجي من شركات الكهرباء وبتيجي موافقة عليها من هيئة الطاقة والمعادن أنا ما بطلع من عندي موافقات هاي خلينا إذا هو عم بيحكي بالاسم قاعد هاي وحدة الموضوع الثاني إنه إحنا بعد ما سمعنا حديثه رحنا ودورنا هل أعطيت موافقة على سبعة ميجا في اي مكان في اي من الشركات في اي مكان من المملكه كان الرد انه ما في هيك موافقه، حاولنا الاتصال معه، حاولت وزاره الطاقه الاتصال مع الاخ حاولت هيئه الطاقه الاتصال مع الطاقه والمعادن عشان نشوف شو هو هذا اللي عم بحكي عنه عشان يعطينا معززات لحتى فعلا نروح ونشوف شو هو اللي عم بيحكي عنه، للاسف الاخ ما كان يرد ولا على تليفون. فبالتالي لا في موافقه طلعت ب7 ميجا كما يقول حاولنا نشوف باي شركه طلعت هيك موافقات وما في الموافقات ما بتطلع من عندي بتطلع من الشركات وهي تتبع نظام معين يعني وحسب مين قدم اول وفي اي منطقه وفي شغله بس بدي اقول لك اياها اللي هي مش منطقيه جدوى مشاريع الطاقه المتجدده لا تتحقق على ارض اشتريت الدنم فيها بثلاثين الف هو بيته وبدك تبنيها 10000 ونباع ب 30 اه يعني انه اللي اشتراه ب 30000 عشان يعمل عليه مشروع طاقه متجدده يعني مش شيء طيب أنا هذا, منطق. هذا الموضوع بتركه ل بس انا أرضي. اذا ممكن هو رئيس مركز نزاهه للشفافيه النزاهة, للشفافي النزاهه للشفافيه ما دام في موضوع نزاهه وشفافيه انا بدي اتمنى عليه يجي بالمعززات يعني يجي يفرجينا قطعه الارض هذه وهي الموافقة اللي طيب أخذتها وعشان إحنا, إحنا إذا في, في أي شيء وأنا وإله كل الحق إذا في فعلا شبهة طيب فساد يروح فيها لهيئة الفساد واضحة وهي ملاحظة عنده موجودة وبعتقد بسمعنا دكتور محمد هو بس كم أردني تقدم لطلب ورفض طوله رفضت له ولا اعطيتوه؟ اعطيتوه، اعطيني اللي اعطيتيه لحد اليوم في حوالي <applause> 350 ميجا على الشبكه بالضخ هي للمواطنين او اصحاب المصانع او او طيب. وهم يعني بالعدد بصراحه ما بعرف قد ايه بس بالمئات طبعا في ليش؟ رفض وفي رفض يومي ليش؟ لانه مش في كل مكان انت بتيجي بدك تحط فيه طاقه متجدده بنقدر احنا نستوعبه على الشبكه والمناطق اليوم صارت مكتظه يعني احنا بنحكي زي شارع وهذا شارع عم تمشي فيه سيارات وجيت بدك تحط فيه كمان سيارات ما في محل فكتير من الاماكن صارت مكتظه في شكاوي انه احنا عم نحكي الاماكن اللي مش مكتظه هي اللي فيها اسعار الاراضي, الأراضي غاليه وهو فعلا هذا الحكي مزبوط لانها ما حداش بيروح على هديك المناطق يعمل طاقه متجدده فبالتالي راحوا على المناطق اللي الارخص في في أسعار الأراضي وأصبحت هذه المناطق مكتظة بس هون أنا بحب برضو أحكي شغلة هذا لا يعني أنه إحنا رح نستمر آه بعدم آه منح الموافقات منح الموافقات هذا مش شيء يعني مش شيء ما بنحل شيء بنحل لكنه موضوع فني احنا اليوم نعمل على تعزيز الشبكات وبالتالي سنتمكن من اخذ المزيد ان شاء الله طيب. من مشاريع الطاقه المتجدده مع مع كل, مع كل هذا الحديث الجميل انا باجي وانت حكيت الغاز وضعنا منيح والطاقه المجدده وضعنا منيح في 16% وموقعين اتفاقيه غاز مع الاحتلال ليش شو الضروره هذه الاتفاقيه السريه <applause> أخ محمد يعني جايك على السرية هلا صراحة أخ محمد هذه الاتفاقية زي ما أنت عارف تم توقيعها من حوالي سنة ونص سنتين وهي توقعت ما بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي اليوم الجميع قاعد عم بيطالب بموضوع وقف هذه الاتفاقية أنتوا يعني لازم تعرفوا انه المبالغ التي ستتاتى على الغاء هذه الاتفاقيه هي مبالغ طائله جدا وبالتالي يعني كمان حرام ان اليوم نحطها على المواطن الاردني لانه مين بده يدفعها بالنهايه اذا تم الغاء عن الاتفاقيه هلا في وقت و... و... انا بصراحه في وقت حق... طب احكوا لنا قديش الرقم على اقل تقريبا احنا بنعرف قديش احنا عارفين قديش بندفع مليار ونص اذا بنلغي الاتفاقيه اليوم مليار ونص دينار اذا اذا قرر الاردن الغاء الاتفاقيه واحنا اتفاقيتنا كلها 10 مليار مش هيك ولا ما بدك تحكي لي ارقام سريه تطلعوها للناس هذه الاتفاقيه اليوم بين ايدين مجلس النواب فيعني مش لمجلس أنا مجلس النواب, النواب يعني انا امامك هنا. انا على الهواء ومجلس النواب كله بسمعني ورئاسه مجلس النواب تسمعني لا يملك مجلس النواب هذه الاتفاقيه لا احد يملك في الاردن هذه الاتفاقيه باستثناء الحكومه الاردنيه ان صح تعبيري عزيزي ضامن. رئاسة مجلس النواب اليوم بين ايديها اتفاقية الغاز، وإذا تابعت أنت مبارح طلبوا ليش؟ مجلس النواب طلبوا من رئاستهم أنهم يطلعوا على الاتفاقية، فهي موجودة بين أيدينا طيب برئيس مجلس النواب حق الرد والتعقيب إذا الاتفاقية عنده الطاقة المجددة والسرية اللي صارت مبارح مجلس النواب، حديث أنه هذا سري هذا سري هذا سري إيه اخ محمد اللي انطلب امبارح كانت اتفاقيات ابرمت ما بين شركه الكهرباء الوطنيه والشركات اللي بتعمل اليوم على توليد الكهرباء وبيعها لشركه الكهرباء الوطنيه كل اللي انحكى هو انه هذه المعلومات لا يمكن الكشف عنها لانها في عندك الماده 13 من قانون حق الحصول على المعلومه بيقول انه على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقه بما يلي وبما فيها آه بيقول لك المتعلقه بالمنافسه العادله والمشروعه التي تؤدي لربح او خساره اي شخص فمن هذا المنطلق احنا آه. حكينا انه لا يمكن مخالفه القانون بس خليني اقول لك يعني هو هالقد فيها سريه ما فيها هالقد سريه هذه الاتفاقيات يعني في منها نموذج هي تسعين صفحه الاتفاقيه النموذج ببنوده ومواده محطوط على الموقع تبع وزارة الطاقة اليوم وأهم شيء موجود فيه واللي الناس بتحب تطلع عليه هي الأسعار والأسعار إحنا نعلنها طيب. حالما أخذنا أي من هذه أنا المحور. الزملاء بيحكوا وقتك انتهى في هذا المحور وعندنا محور ثاني وتأخرت أضيف في المحور الثاني لكن بدي تعقيبك بعجالة سريعة جدا على الطاقة النووية مع ضد؟ <applause> رأيي سريعا <applause> لا ما فيش قصة مع وضد <applause> رأيي الشخصي ولا رأيي كح لا 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 كحكومة تيكي. أنا بدي أسمع رأيك ف... أنت مقتنعة أنك تسمعين الأردنيين اليوم <applause> شوف آه اليوم وضعنا في الطاقة النووية غير عن لم لو سألتني قبل خمس سنين أو قبل عشر سنين اليوم أصبح عندنا مصادر للطاقة متنوع. المحلية أصبح عندنا طاقة متجددة أصبح عندنا صخر زيتي كويش. وبالتالي الحاجة لطاقة محلية زي ما كنا قبل انتفت ثانيا الأسعار الأسعار الطاقة المتجددة اليوم انخفضت كثير فبطل في جدوى لمشاريع النووي اللي كنا نحكي عنها أنا أشكرك كل الشكر معليكي شرفتني بحضورك فاصل القصير ومن ثم سنبحث موضوع مجلس النواب الأردني و. التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة شكرا لك مرة اخرى فاصل قصير ومن ثم نواصل القاوم معنا